لابتكزن عنا يات استيغان المتبارية حنان وقاس. اذا مبروك مبروك يولد ماتنا حنان وقاس. داري 20 سنين وسكاس واش كيحد تافراوت كيحل لي سن تافراوت لاصل اسمي براءة حتى قليت نوافو الكين وسكاساد اللي دقيت زمن القرار السامي لصاحب الجلال لانو قليت نحقتي نصر ربي اللي تيقاند اسن ربط اسن كوز مراوي الناير يقع عطلة رسمية لإيد الناير لقب تقليت نوفولكي راه يفكا أغراس باش أنت مثل المرأة الأمازيغية نعرف تقاليد العادات نيمازيغنا كله. أنا جيت سعيدة بحظي هذا اللقب، كنشكر كاع الناس اللي صوتوا عليا وأمنوا بيا وأنا شافوا أني نستاهل، بغض النظر أن المنافسة كانت جد شرسة، أن المتسابقات المشاركة كانوا في المستوى سواء في الجمال أو الثقافة عامة، فكنشكر كاع الناس اللي امنوا بيا وصوتوا عليا في هذا اللقب. وفرحانة بزاف بالتتويج، وصراحة ما كنتش كنتوقع نهائيا حيت كما قلت ديجا بلي كاينين بزاف ديال البنات جميلات، وباش انك تكون في المركز الثالث راه شي حاجة اللي كنشكر الجماهير بزاف على التصويت ديالهم، وكنشكر لجنة التحكيم على التنظيم، وكنشكر جميع من ساهم من قريب ومن بعيد في إنجاح هذه النسخة اللي كانت مميزة. الشروط اللي تم اعتمادها هي كاين معايير أو ثلاثة أقسام. 40% للجمال لو فيزاج لو كور هادشي، و 60% فيها ثقافة عامة، فيها الإلمام بالتاريخ الأمازيغي، الإلمام بالتاريخ الوطني، الإلمام بالمشهد السياسي والرياضي والثقافي والفني في المملكة المغربية بصفة عامة. سادتي سادتي عيت ما غادي اسمع حماس انت زيادة وانا جلان في كاس افوس طيب الطين وانا تجيش كان سكوس اكايا جيقي ورغوس وانا جلان في كاس افوس